دلوقتي مشاهدينا هنروح نتابع مع دينا ابرز واهم الاخبار الرياضيه. اتفضلي يا دينا. شكرا محمد. ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. مسؤول اتحاد الكره اكدوا ان مباراتي نصف نهائي كاس السوبر المصري اللي هتبدا النهارده في الامارات لن يتم اللجوء فيها للوقت الاضافي حال نهايه الوقت الاصلي بالتعادل. أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتي حكام مواجهتي الأهلي وسيراميكا وفيوتشر مع بيراميدز، ده في نصف نهائي كأس السوبر المصري. واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا، وبيعاونه سامي هليهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، وبيعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل. النادي الأهلي أدى ميرانو الأول في الإمارات استعدادا لخوض مباراة سيراميكا النهارده في بطولة السوبر المصري الأبطال، ونشرت الصفحة الرسمية الأهلي فيديو لميران الفريق الأحمر في أبو ظبي امبارح، ده استعدادا لمواجهة سيراميكا. علق محمد الشناوي قائد الأهلي على مواجهة فريقه أمام سيراميكا النهارده في نصف نهائي كأس السوبر المصري الأبطال بالإمارات، واتكلم الشناوي في المؤتمر الصحفي إن الفريق مستعد للمباراة، لكن التحضير لم يكن أفضل شيء، ده بسبب الضغط المباريات، لكنهم بيسعوا بكل تأكيد للظهور بشكل جيد والتأهل إلى النهائي وحصد السوبر. أضاف كمان الشناوي إنهم قدموا بطولة جيدة ومباراة قوية في كأس العالم للأندية، وبيرغبوا في مواصلة العروض القوية. حرص أيمن الرمادي المدير الفني فريق سيراميكا على توجيه الشكر لدولة الإمارات لاستضافتها بطولة السوبر المصري الأبطال، وأكد إن اللاعبين سيراميكا جاهزين للمباراة، وقال كمان إنه بيحترم تاريخ الأهلي، لكن الاحترام ده بيحتم على فريق سيراميكا العمل بجدية. واتكلم إن الفوارق بين الفريقين، وقال كمان سيراميكا فريق كبير والأمر متوقف على الأداء في المباراة. فريق بيراميدز اختتم تدريباته امبارح استعدادا لخوض مباراة فيوتشر مع في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري الأبطال في شكلها الجديد، وأقيم الميران على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي، واستمر لمدة ساعة، واشتمل على وحدات تدريبية خفيفة على أرضية الملعب. فريق تشيلسي خسر أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي تشيلسي 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون في المركز 11 بفارق الأهداف فقط عن تشيلسي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية محليا وعالميا، وهنرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا زين.